مساء الخير، شلونك اخوي استاذ نجيم الرباعي؟ ان شاء الله يا رب دومك بخير. الله يسلمك، انا اخوك المفوض مجيب عوني راوي، ادام في قيادة شرطة كركوك المنسوب الى الفوج التكتيكي، وارجو منك التدخل الفوري لان حالوني على المادة 307 انه اني ماخذ رشوة من مرة حتى اقلق الدعوة مالت ابنها المسجلة وفق المادة 4 أرحاب. بعد تشكيل المجلس التحقيقي تبين انه هاي المرة جاية بالقوة، شخص جايبها تقديم دعوة علي، لا تقرأ ولا تكتب ومبصمينها، وتم تشكيل المجلس بحقي. رئيس المجلس يرفع المجلس التحقيقي للقلق لان ما يلقى اي خطأ بيه للرشوة. المدير القانونية مال القيادة شرطة كركوك ومدير القانونية يفرض على رئيس المجلس والاعضاء الا تغيرون القرار مالكم من حين الى المحكمة الشمالية. وتم احالتي الى المحكمة الشمالية على 307 انه اني على اساس ما اخذ رشوة من هاي المرة، بعد التأكد ان المعلومات اصلا طلع هذا الشخص اللي متهميني باني اصلا هو مخطوف من قبل داعش. يعني شوف الكارثة الكبرى، كتاب الامن الوطني وكتاب الاستخبارات اللي هي بيان المطلوبية تقول علما انه هذا الشخص المدعو سعد مبارك محمد مخطوف من قبل عصابات داعش الاجرامية الى جهة مجهولة وغير مطلوب وغير محكوم وغير موقوف، وارجو التدخل الفوري بقضيتي وايصال رسالتي، او اجي لبغداد اسوي لقاء على قناة وياك، انا ما عندي اي مشكلة حتى اوصل صوتي الى وزير الداخلية المحترم والى السيدة الوكلاء في وزارة الداخلية، وراح يحكموني الله وكيلك حالوني على المحكمة الاسبوع الجاي، ولا ماكل لا شارب ولا لذنب، وعندي كل الادلة انه تبريني وتبري هذا الشخص لان شغلهم اللي مخربط وشغل الكيدي انه سووا علي دعوة كيدية. مجيب، سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنت وين شغلك؟ أنا منتسب في قيادة شرطة محافظة كركوك الفوج التكتيكي الخاص حاليا، وسابقا في تداول مركز شرطة الرشاد. طيب الآن أنت أكو مجلس تحقيقي صار عليك، منو كان رئيس المجلس التحقيقي؟ العفو استاذ نجيب، اولا انا اتشكل بحقي مجلس تحقيقي، رئيس المجلس التحقيقي برئاسه عقيد منذر رئيس المجلس التحقيقي مالتي. طيب. والاعضاء في المجلس التحقيقي بعضويه كل من ضابط امن الافراد حسين الرائد الرائد حسين هاشم حسكر. وعضويه المقدم راضي مرعي عوفي وبرئاسه عقيد منذر. زين. هو صار رئيس المجلس التحقيقي. عقيد. فاستدعوني على هسه انت جاوبني البصمه سمعناها. البصمه سمعناها وشرحت القصه. أي. المراه اللي جابوها وقالت انا ما مشتكيه جابوني بالقوه، تمام؟ نعم. وانا ما اعرف وبصموني ما ادري. هذا الكلام. نعم. بس دقيقه حبيب قلبي حتى نستفاد من الوقت. هذا الكلام ثبت في المحضر التحقيقي. مضبوط، كله موجود بالمجلس التحقيقي، وانا ما اعلم انه اكو شخص كان هو جايبه على التليفون وخابره ولا مشتكين على مجيب الا بالافادات وبتدوير من قرا والافادات يلا عرفت. ماشي، هاي ثبتت بالمجلس التحقيقي. نعم ثبت. نعم. زين، اعترافات المراه من الشخص اللي طلب منها ان تشتكي عليك انت افادت بهذا بالتحقيق؟ كلام المرأة العفو أستاذ نجيم بعد التدوير اللي فايد سألت قلت لها أنت شنو اللي جابك خلاش تشتكين على العداد؟ أنا أجبرني المنتسب برق رعد سعود اتصال هاتفي وأجبرني إلا تحضرين حتى تبين تقدمين شكوى على المنتسب مجيب عوني راوي. زين، هذا برق المنتسب يشتغل وياك؟ برق أنا يعني كنت سابقا مركز شرطة الرشاد على الشرطة المحلية، وبرق هو على الاستخبارات على قطع الرشاد. زين، ثبت هذا على لسان المرأة أن برق هو. نعم. الذي دفعها. العفو أستاذ نجم، المرأة أنطت بالإفادة قدام رئيس المجلس أنه أجبرني بالتحريض وصوب تحريضي بشكوى ضد المنتسب مجيب عوني راوي اللي هو المنتسب برق، وأنا ما أعلم دار الشؤون وين صايرة ولا أعرفه ولا مراجع مركز، المرأة تنزل هي بقرية ما تعرف ولا تقرأ ولا تكتب. تمام، ممتاز الآن. طيب الأخوة باللجنة التحقيقية أو المجلس التحقيقي أحالوا برق إلى التحقيق بعد أن ورد اسمه بالادعاء؟ نعم. والضغط على المرأة صار تحقيق مع برق؟
نعم صح تحقيق بهذا الموضوع وتقيّر رئيس المجلس، قدمت أني طلب إلى السيد قائد شرطة كرخوك المحترم عميد كاوة، قدمت له طلب رسمي لتقيّر رئيس المجلس، حولت غيرنا رئيس المجلس من عقيد منذر إلى عميد خضير، عميد خضير أحمد حمدوش مدير الأدلة الجناية والتسجيل الجنائي في كرخوك، واللي هو يعتبروه في قيادة شرطة كرخوك له كل الاحترام والتقدير، يعتبروه أنه هو الخبير مال المجال التحقيقية للأمانة. فحقق بالموضوع مالي تبين انه موضوعي ما في شيء دليل للرشوه، يعني ما يعني حقق مع المراه دز عليها دوري فادات انه هذا الموضوع ماكو به شيء للرشوه. يعني نجم فرفع للقلق، قال انه لا توجد انه اكو مبرز جرمي بهذه القضيه، فحال للقلق الى الدائره القانونيه حتى يتوقف عليها قائد شرطه كرخوك. فمن رفع المجلس التحقيقي مالكي الى الدائره القانونيه، عميد اكرم خيري مدير الدائره القانونيه مال قياده شرطه كرخوك رجع باعاده المجلس الى عميد خضير ويقول له بالحرف الواحد اتصال هاتفي بين مدير القانونيه ورئيس المجلس، يقول له انت هذا المجلس لازم تغير القرار مالك بالاحاله الى المحكمه الشماليه وفق الماده 307، واذا ما غيرت القرار عميد صغير أنا وايد ضباط زعلوا علي من ورا هيش قضايا، فأنا ما أريد أخسرك من ورا هيش موضوع، ويقول لي أنا هذا الشخص إلا حين محكمة شمالية وإلا أكثر ظهرا. حتى أقول لك حيني حبيب قلبي، شنو اللي يخلي رجل ضابط برتبة عميد مثل ما أنت تدعي أن يستعديك ولازم يحكمك؟ أكو قضية بالنص ما مفهومة، عايزك تكون صريح لأنه هاي القضية الآن أمام أنظار السيد وزير الداخلية والسيد قائد شرطة كرخوك، واحنا نتحدث قدام العراقيين. شنو شنو طلبتك ويا 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 عميد اكرم؟ اذا تسمح لي استاذ نجم، انا بالنسبه اتحدث امام السيد معالي وزير الداخليه المحترم وامام كل الجهات المعنيه بهذا الموضوع، وانا اتحمل كافه المسؤوليه. انا اجيت على عميد اكرم خيري اللي هو برتبه عميد وزير الدائره القانونيه، دخلت عليه للغرفه أي. شنو السبب انه انت رفضت موضوع مجلس التحقيق مالك ما ينقلق، وشنو السبب عدفت يعني موضوع رئيس المجلس راف على القلق؟ يقول لي ابني انا بالنسبه لي انا راح احيلك للمحكمه الشماليه، وكان قاعد يجمع عميد يادقار في الغرفه مالته، قال لي انا راح احيلك للمحكمه الشماليه حتى ابو الشؤون الداخليه انه يتاذى، لان انت حس اذا كنت مظلوم وهذا الموضوع المحكمه هي تاخذ حقك. فعاني خلي يعرفون القضاء انه الشؤون الداخليه شلون يكتبون على الناس ويكتبون ظهر الناس. طيب. قلت له سيدي انا شنو ذنبي بهذا الموضوع؟ انا ما دخل انا انت مدير. الصوره انت مدير الصوره واضحه، الصوره. اسمح لي استاذ نجم. بس على السريع لانه انا عندي غيرك هواي حبيب قلبي. اشكرك استاذ نجم، بس على الملاحظه انا وراها جيت على السيد قائد شرطه كرخوك ودخلت عليه. ورجعت على السيد لواء علم قشر، دخلت عليه الغرفة وصلت الله عليهم الناس، هو لواء علم قشر ما قصروا، عميد سنان هم الرجل ما قصروا، مدير الشؤون اللي رحت اشتكيت عليهم بالشؤون العامة يما السيد لواء حسن طبيت هناك وقدمت شكوى عليهم. ما صار اي اجراء يعني اكو الان شكوى على عميد اكرام؟ نعم انا اشتكيت. طيب الان لما العب الشعب انا اشكرك الاخوان بالشؤون بالداخلية السيد وزير الداخلية المحترم الأخ اللواء خالد محنة، هاي قضية ري عام، الرجل دي يقول لك بهذا الشكل أكو شيء ما مفهوم، أنا راح أناشدكم راح أبعث لكم الفيديو وأريد إجابة. السيد قائد شرطة كرخوك أيضا لك مساحة أن تعطينا، والسيد العميد خضير والله أنا هذا رجل كثير سمعت عنه من آخرين أنه حقاني، أنا أتمنى من السيد العميد والسيد مدير قائد يعني قائد شرطة كرخوك أن يعطونا هاي الملابسات، لأنه إذا كان كلام هذا الرجل دقيق فالقضية ما أعرف، وإحنا أيضا ما نعرف حتى السيد العميد أكرم. أنا راح أطالبك بالإجابة وراح أهتم بهذا الموضوع حتى النهاية.